ما شاء الله وصل حداد جديد قبل مسافر ولقى له وظيفة ثانية في بلدي الله يوفقه إن شاء الله. طلبنا حداد ثاني وصل بلشت معاه يصلح البيبان في ماكينة الصدى والمحاصيل يعدلها نستفيد منه. وهو راعي وهو حداد. إذا واحد بعد يجيب له عامل وقاعد جديد ويعلمه ويدرس له يجيب لك واحد فني أحسن لك ترى. إذا عندك أنت مصلحة ولا عندك جخور ولا عندك حصار غنم ولا عندك حصير دجاج حمام صلح ويسوي ويحط ويشيل. وهو عامل وهو معلم حداد. يحتاجون ربعك يحتاجون أصدقائك في البيت تشتغل فيه شيء خربان عندك. اي والله ما شاء الله عليه. شوف بلش لا وبعد ما يبي حديد جديد قديم. ما شاء الله ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. لا تعب تعب شوف ما شاء الله. هذا باب سوي شنو سوي اشوف شنو ركبني ما شاء الله شيء طيب شكرا.